يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها من محافظة القاهرة، فيها درجة الحرارة العظمى 37 درجة والصغرى 24 والجو فيها حار. في الأسكندرية 30-23 والجو فيها حار. في مطروح 28-22 الجو أيضا حار. في بورسعيد 32-23 والجو فيها أيضا حار. في الإسماعيلية 37-25 والجو فيها حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى 37 درجة والصغرى 25 والجو فيها حار. في العريش 32-22 والجو فيها حار. في طابة 39-26 والجو فيها شديد الحرارة. في شرم الشيخ 42-30 والجو فيها أيضا شديد الحرارة. في الغردقة 42-30 الجو شديد الحرارة. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 45 درجة والصغرى 30 درجة والجو أيضا شديد الحرارة. في أسوان 46 درجة والصغرى 31 درجة والجو في أسوان شديد الحرارة. في الوادي الجديد 42-29 والجو شديد الحرارة. في شلاتين 41-28 والجو شديد الحرارة. وأخيرا في حلايب 37-29 والجو فيها حار. والآن مشاهدين الكرام نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.